السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع اللي بشغل فيه الذكاء الاصطناعي بيعمل لك ايه؟ بتديله فيديو طويل ويبدأ ان هو يقسمه لك بشكل حلو، ممكن يقسمه لك مثلا ياخد دقايق كده، فتلاقي عندك فيديوهات كتيرة، وبيظبط لك المقاس بتاعها بحيث ان هو يكون مناسب للتيك توك، انستجرام، يوتيوب، لينكد ان، فيسبوك، كل المواقع بتاعت السوشيال ميديا. والموضوع سهل جدا. خلينا نبدأ مع بعض. ان انا هخش على اليوتيوب واعمل سيرش على اي فيديو واخد الفيديو دوت، وليكن مثلا الفيديو دوت. طيب ونرجع بقى على الموقع بتاعنا وهقول له عايزين نبدا نعمل حساب، فبيقول لي انت ممكن تعمل حساب جديد او تقول له ان انا عايز اعمل ادخل حساب فيسبوك او جوجل او كده. فبيقول لي انت عايز ديسكرايب يور بيست، عايز انت بودكاستر ولا فيديو كرييتور ولا فيديو اديتور، شوف بقى انت ايه انسب حاجه بالنسبه لك. او بسألك بعض الأسئلة البسيطة ما فيهاش مشكلة. بيبدأ بقى ياخد ثواني كده عشان يجهزك الحاجة. زي ما انت شايف انت بس بترفع الفيديو او تديه اللينك، يعني لو ممكن عندك فيديو طويل هو يبدأ ياخد لك منه شوية لقطات. طيب هنا هاخد الفيديو هوت، تمام، واقول له start import او ترفع ملف. الرسالة دي بتقول ان الفيديو طويل شوية، محتاج ان انت تعمل ابجريد للحساب بتاعك، تمام. هيبدأ يقولك انت عايز ايه المسات اللي انت عايزها. الماس ده مثلا واحد لواحد، ده انسب الفيسبوك واللينكد ان وتويتر. البورتريت ده انسب لتيك توك والانستجرام ومش عارف ايه دوت. اللاندسكيب ده انسب لليوتيوب. فانت تختار الحاجات اللي انت عايزها وتحملها بعد كده. فبيقول لك اختار مثلا ده، مثلا تختار اي حاجه، مثلا تبقى في كتابه فوق او كتابه تحت زي ما انت عايز بالشكل دوت. البورتريه ممكن تختار مثلا حاجه بالشكل دوت، حاجه بالشكل دوت. اللاندسكيب ممكن تختار مثلا حاجه بالشكل ده او بالشكل دوت. اوكي، نختار لهم شكل كمان، تمام. بيقول لك بقى يوتيوب هاندلر عايز تكتب ايه. طيب دون جيت ستارت، هو شغال عليه دلوقتي. ودلوقتي نبدأ نشوف الفيديو. هو يبعت لك ايميل ان هو خلاص خلص، تمام. بيقول لك انت كسبت اهو 3 شابترز و13 فيلم قصيرين، فيديو قصير. ليتس جو، تبدا بقى تشوف الحاجات اللي موجوده وتقدر تعمل له داونلود وتقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. لو انت عايز تلغيه، لو انت عايز تشوفه، لو انت عايز تبدا تشينج تمبليت، تغير تمبليت، تعمل ترانسكريبت، اول اوبشنز تمبليت تقدر تغير من هنا. From a young age I was gifted with an intelligence that made me stand out amongst my siblings and I use. فبضغط الزر بتغير التمبليت تماما. طيب بعد ما سكرت على التمبليت تقدر تيجي تغير فيديو وتشوف الفيديو كله لو في حاجة عايز انت تشوفها. ممكن مثلا تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل ايديت وداونلود للفيديو. ايديت هتعدل بقى، هتلاقي هنا كاتب لك الكتابات، الصور، الباك جراوند. لو انت عايز تعدل حاجة تقف هنا تعدل الفيديو، تضيف صورة فوق الفيديو، تغير الكلام اللي موجود، تكست ده تقدر تغير شكل اللي بيظهر ازاي. فبتعمل حاجة احترافية في وقت قصير ولكل وسائل التواصل الاجتماعية اللي انت عايزها.